تزيل اللحم وتاكلي واخا خضر، تخرج دابا تلقي اللحم واخا خانز غادي تاكل، اي تاكل النعجه ما تشبع، كل ما عندي غادي نعاود ندوش، الا ما كانش غادي ندلغ الحوايج. راه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الخيمه في زمان. هل يخيل إليكم أن وراء جبال شاهقة بالمغرب توجد شابتان بريئتان تأكلان الجيفة واللحم نيئا، تعيشان رفقة والدتهما بخيمة مهترئة تبعد عن ميدلت بحوالي 25 كيلومترا؟ بالليالي المظلمة تنام الأم تغلق عينا وتفتح الأخرى خوفا من شعور بناتها بالجوع، وربما لن تجد وقتها شيئا تأكلانه غير جسدها الهزيل. نزل مضربحة نرحلة في أطلس، باش رحلة كنا في رحلة كان جفاف ما عندناش الماء، هو المعوق كيسد عيني وهي هادي ما عندوش العقل، وهادي ما عنديش العقل، واحد الدري اللي عندي كيعصب. التوحد حولهما إلى فتاتين منغلقتين ومنعهما من تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين، وحرمهما أيضاً من تعلم مهارات اللغة والكلام إلى جانب السلوك الغريب. ما كيهضر، ما كيضربوا الكرة مع الدراري، ماشي بحال الدراري اللي كيمشي يلعبوا ولا يعيطوا الدراري يفرحوا، لا كيدير هكا كيدير هكا كيسكت كيسكت، وبقى راه ما كياكل ما كيشرب. ولا يهدئ من روعهما وحركتهما المفرطة سوى أدوية للأمراض العقلية. دابا لكريس راه ما كتقعد دابا كدير غير هكا هكا هكا، لا كريس إلا دابا قاسو شي واحد كيضرب، دابا ترجات الحوايج هادو واخا ما كترسى ما كتشدي اليد ديالها، إلا كان الموس غادي تهزي تخسري الحوايج، إلا دابا مشات تبعدو غادي تمشي تجلى، إلا شدات البريكة غادي تشعل النار، ما تقولي راه كاين شي عيط في الخيمه، كاردينير راه كنعطيه وحده وحده في النهار وحده وحده في النهار باش يتهدن شويه، لو كان ما كنعطيش صافي راه غادي ينوض، راه ما كيعيا واحد كينوض، هذا دابا انا نعياه هي ما يعيش. لهما عادات معينة تصران على مزاولتها بشكل مستمر، مثل أكل اللحم النيئ والجيفة المتعفنة، وفي حالة منعهما تصابان بالهستيريا والغضب الشديد. تخرج دابا تلقي اللحم واخا خانز غادي تاكل، ما تقولي هذه خانز ولا فيه الدود ولا ما تعرفوش، هادو كتاكل واخا خضر دابا تهزي، دابا راه ما كندي على الناس، لو كان ندي على الناس راه تهزي اللحم وتاكلي واخا خضر تاكل، واخا تقولي بعدي على اللحم تاكل ما كتبعدو على اللحم، هادو تمشي تخرجي تلقي غير اللي خانز ولا اللحم اللي خانز ولا فيه الدود غادي تاكل، هو انا راه كنحضيك ماشي تخرجي لبرا. مرض التوحد وشغف رؤية الدم يدفع الفتاتين إلى أكل كميات كبيرة من اللحوم النيئة تصل إلى حد استهلاك خروف بالكامل، وفي حالة عدم توفره تبدأان بأكل أطراف جسدهما. إن تأكل النعجة ما تشبع، دابا كتقطع هي هذيك كتاكل خضر واخا مازال ما طيب كتاكل، كيعطيو الناس اللي خضر كتاكل، كنخافوا ضرها في الكرجيلة والنار كتاكل، غير دابا غير عطيه لو كان ما تهز الموس دابا تقطع، غارين تقطع اليد ديالها باش تشوفي الجرح ديالها باش ما تخلي اللحم. وهان جسدها أصبح عائقا أمام عبء الاعتناء بهما، وكيف لجسد تعدى 47 عاما أن يتحمل قوة تفوق درجة تحمله؟ الصحة ديالي راه ماشي بحال ذاك العام اللي فايت، العام اللي فايت ماشي بحال هذا الماء بعيد، كنبقى دابا بلا الماء، دابا من البارح بغينا نسقي راه بغيتي تجي لعندي راه بقينا بلا الماء، دابا ما نقرب على الطبيب ولا الحمام ولا الدواء ديال البنات ولا شي الماكله، دابا راه صعيبه الحال عندي. لكنها مقتنعة أن ما أصاب فلذة كبدها هو مرض نفسي استعصت عليها مقاومته، ولا تجد إلا أن ترعاهما بكل ما أوتيت من قوة. البنات دابا الا هزيت هادو راه ما كتعذبني، هادي خليتها فين شكون اللي يحطيها، لو كان ماشي شي الحديد ما يمشي، هادو راه كتوقف وتطيح ماشي ما كتمشى بزاف، على مشيت نسقي دابا الا لو كان ما ركبوا على الحمير نمشي بكري راه كانت
كتعص كان نسقي وكانت كتسدعني هذه وكتسدعني هذه، واش دابا نسقي ولا نشوفي البنات، واش شويه نسقي ولا نشوفي البنات، ما كان نولي الخيمه الا انا عييت صافي ما عنديش العقل صافي. رضا الأم وقناعتها الكبيرة دفعها إلى تسليم أمر إعاقة بنتيها إلى خالقها في ظل غياب إمكانيات تعجل باستشفائهم. نطلب سيدي ربي داك الشيء اللي فيه الخير يجي عندي، لو كان عندي الصحة وعندي الماء راه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الخيمة في زمان، وانا دابا راه يابس الدنيا راه ماشي بحال زمان، اش كان الماء ماشي كيطيح الشتا دابا كلشي يابس.